السابعة عشر والمقامة بفرنسا وبصالة القصر الرياضة بمونبلييه. الكرة مع منتخب البرتغال بيحاول يعد اهو افضلهم فيكتور، ومظبوط كده الدفاع ده يا رجاله. وتاني الكوره تتنقل من جوهر لحازم لاشرف لبلال، عدي يا بلال واشرف ويلا، ويا سلام يا سلام يا اشرف يا عواض، كوره جميله بياخدها من احمد بلال من هجوم سريع للمنتخب المصري اهو، بياخدها اشرف وبيلعب الكوره من فوق حارس المرمى بعقل. 10 10 التعادل الثاني للمنتخب المصري، 10 10 في بدايه الشوط الثاني. الحكم بيوقف الملعب، رايح للترابيزه اهو بيدي تقريبا تعليمات. في لعيب ايقاف دقيقتين، ليه؟ في خطا في تغيير اللاعبين رقم اثنين او رقم اربعه هو اللي خد الايقاف الدقيقتين. هنشوف كرة هي الجميله اللي عملها اشرف عواض. يلا رجاله ان شاء الله المباراه تبقى من نصيبنا. وزوران والتعليمات، حكم بيقول اهو من مكانها. الاعلام طبعا متواجد هناك والاعلام المصري. تاني كورة مع أشرف عواض، أشرف لحازم لأشرف لحازم تاني في الجناح ويلا حازم، وبيصوب لكن بتيجي في وش الحارس، بتيجي في وش حارس المرمى كارلوس فيريرا، واقع على الأرض إن شاء الله يقوم سليم كارلوس. لكن لو بصينا كده أو التصويبة اللي شاطها حازم، لو بصينا لنظام البطولة 24 فريق في بطولة العالم السابعة عشر. في المجموعة الأولى السويد ومصر وأيسلندا والتشيك والبرتغال والمغرب، في المجموعة الثانية والمقامة في مدينة نانت فرنسا والأرجنتين ويوغوسلافيا والجزائر والكويت والبرازيل، المجموعة الثالثة وفي بيسنسون أسبانيا وكوريا وكرواتيا وألمانيا وأمريكا وكوبا، أما كوبا لا عفوا وجرينلاند. أما في المجموعة الرابعة وفي دونكير روسيا وسلوفينيا والنرويج وتونس والسعودية والنرويج. المجموعة بتقام البطولة بفوز الأربع فرق الأولانيين، أول أربع فرق بيفوزوا في المجموعة بيلعبوا الدور الثاني، الأول مع تاني، يعني مصر إن شاء الله لو حصلت على المركز الأول تلعب تاني المجموعة الثانية، والتاني مع ثالث المجموعة الثانية، والثالث من المجموعة الثانية مع بيروح له تاني للتاني المجموعه الثانيه، والرابع بيروح لاول المجموعه الثانيه. تاني بيستأنف اللقاء الحكم، طبعا يهم فريقنا انه يحتل المراكز الاولى الاول او الثاني. ليه؟ لان المجموعه الثانيه طبعا فيها زي ما قلت لحضراتكم فرنسا ويوغوسلافيا، ودي من الفرق المرشحه لاحتلال المركز الاول والثاني، وبرضو عشان نبعد عن فرق التصنيف العالمي. تاني الكره مع فريق البرتغال، روي الميدا رقم 17، دفاع متقدم وتصويبه وهدف، تصويبه وهدف رقم 3 كارلوس بيسندي خد الكوره وشاط الراجل. يعني المفروض ان احنا نوقف الراجل ده من بره شويه، لانه واضح زي ما قلت لحضراتكم ان هجومهم عن طريق فيليبي كروز او كارلوس بيسندي ومعاهم فيكتور اهو قدام حضراتكم. 10 مصر 11 البرتغال، قلتوها من ايد صابر وبيلمها تاني صابر لاشرف عواض لحسين لاشرف ويلا اشرف، وتصويبه لكن بيعمل على طول بلوك مع اشرف، واقع في الارض هو رقم 15 ريو يروشا. بيتلعب الدور الثاني بعد كده وبيخرج الفائزين من الدور الثاني لدور الثمانيه. الخسرانين طبعا في الدور الاول والثاني بيعودوا الى بلادهم، اما الفائزين في الدور الثاني بيستمروا في نفس الملاعب اللي حققوا عليها الفوز. بتتلعب البطوله في اربع مدن فرنسيه، مونبلييه في صارت باليه دي سبورتس قصر الرياضه، وايضا في مدينه نانت ومدينه بيسونسون ودنكيرك، وبعد كده بتلعب الادوار من الثامن
الى قبل النهائي في باريس ومارسيليا وتول والبرت فيل وامني فيل. هو سليم لاعب البرتغال، لازال التقدم لصالح البرتغال بفارق هدف 11-10. تاني كورة مع البرتغال، دفاع متقدم من الفريق المصري، مظبوط كده على افضل اتنين عندهم، صح كده. سيب الراجل ده، فاول مهاجم لكن على الدايرة، وبياخد رمية جزائية ولا ايقاف دقيقتين؟ هنشوف كده الحكم مدي ايقاف دقيقتين لمين. لا ما اداش ايقاف، ده بيديله انذار بس، انذار لمجد ابو المجد 10-11. يلا رجاله، كروز اهو قدامنا، فيكتور بيتلعب عليه من مجد ابو المجد، واحمد بلال مع كروز وتصويبه، بيحاول يشوط وتصويبه من بعيد، وحماده، ايوه كده حماده، واحمد بلال بياخد الكره من حماده لجوهر، لاحمد بلال بيغير اهو مجد ابو المجد، نشوف مين اللي هينزل. احمد بلال، صابر حسين نزل وخرج مجد ابو المجد، واحمد بلال ويلا وصابر وفي الجناح، تاني لصابر وعلى الدايره لجوهر، وفاول مهاجم الحكم بيحسبه ان جوهر نبيل دايس على الدايره ودخل الراجل، وتصويبه ولمس خط الستة متر، دي المنطقه المحرمه على كلا اللاعبين. هو طبعا عايز رميه جزائيه لكن الحكم بيقول له انت اندفعت ودخلت داخل الستة متر وانت بتصوت تجاه المرمى، مظبوط كده. النقيب اهو، تاني كورة مع كروز، كروز لفيكتور لكروز، مظبوط كده قوي الدفاع ده، وعلى الدايرة وما يشوطش، وفاول تاني، فاول. شوف فيكتور بقى عمل ايه، فيكتور خد الراجل اللي معاه ونزل بيه على الدايرة، تصويبة والهدف، والهدف على يمين حماده النقيب من كارلوس دي سيندي. الفريق البرتغالي بيعتمد على الخط الخلفي في انهاء هجمات، اهو كارلوس دي سيندي هو اللي احرز الهدف ال 12 وفارق هدفين، وصابر حسين واشرف عواد، ويلا اشرف وحازم، تاني لاشرف، وجميله قوي في الجناح، ويلا يا الفي، ويا سلام يا الفي، لكن بتروح لحازم لعواض، وعدى عواض لحازم عواض تاني، والاخوان عواض بينهوها لصالح مصر، اشرف عواض لحازم عواض لاشرف لحازم تاني، ايه اللي بينهيه؟ اهو اداها له، دخل من زاويه صعبه جدا، لكن شوف بقى المرونه واللياقه لحازم عواض، وشوف الروح اللي بيلعب بيها حازم، ودخل الراجل ولعبها في الزاويه الضيقه على طول، وقع يمكن كده على وش رجله، ومعاه اهو دكتور فرقتنا كابتن جلال، دكتور جلال ان شاء الله يبقى سليم. و11 مصر و12 البرتغال، ويلا رجاله والفرق هدف ولسه بدري، وبنلعب في الدقيقه 6، وكروز وما يشوطش الراجل ده، كروز ايوه مظبوط كده، ونقفل على الخط الخلفي، ما يلفش، وقعت من ايده، فاول عليه، لكن الحكم بيقول اتزق رقم 2، وبيلعب على طول الكرة، وتصويبة، ويا هارد لك يا حمادة يا نقي، هارد لك، صوب الراجل من مسافة بعيدة، بارز كارلوس ريسيندي بيرفع ايده اهو. بالمناسبة كارلوس يمكن هو الهداف العالم، احرز لغاية المباراة دي حوالي 1104 هدف. ايضا نجمنا احمد العطار 900 هدف تقريبا. تاني الكوره مع اشرف عواض، وعدي يا اشرف، وفي الباك العكسي جميله، ورميه جزائيه، يا سلام على الجمله الجميله والاداء الجميل منك يا صابر يا حسين، اهو خدها
راجل الكوره من تمريره صعبه وفي وسط دفاع من العمالقه البرتغاليين، وايقاف دقيقتين لكارلوس ريسيندي، يعني خد رميه جزائيه وفي نفس الوقت قدر انه يخلي فريق البرتغال ينقص لاعب 13 11 لصالح البرتغال. حازم عوض اهو قاعد بيتألم في الارض. عوض رقم 15. اشرف عوض داخل. يلا اشرف. وهايلة يا اشرف. وهايلة يا اشرف وجميلة يا اشرف. وبالراحة قوي لعبها اشرف من فوق دماغ بولو جادو اللي لعب في الرمية الجزائية مكان كارلوس بريرا. والجمهور اهو سامعين الجاليه المصريه والعلم المصري بيرفرف هناك اهو في المدرجات قدام حضراتكم. ان شاء الله مصر تفوز بالمباراه. وان شاء الله يرتفع العلم المصري خفاقا الى الامام دائما وابدا باذن الله. تاني كورة مع رقم 9 ريكاردو اللي بيضيع الوقت لكن بيقطعها احمد بلال، وعلى طول هجوم سريع. ويلا واحمد بلال جنبك اهو يا حسين واحمد، والتصويبه والهدف والتعادل. يا سلام، هم دول المصريين يا رجاله. على طول سمع حسين زكي صوت الجمهور هو واحمد بلال. مصر مصر. احمد بلال اهو عميد لاعبي العالم. تاني الكرة مع كارلوس وريكاردو 13 13 والدقيقة 9 وفاول مهاجم. مظبوط مظبوط، تحكيم على مستوى عالي. واحمد بلال وعلى مهلنا بقى رجالة ونجيب دي جون يا احمد يا بلال. وفاول مهاجم على احمد بلال لكن الحكم بيقول تلعب من مكانها. مظبوط تلعب من مكانها. ان شاء الله يقوم سليم احمد بلال واقع على الارض. بالمناسبه احمد بلال يمكن بنقول عليه عميد لاعبي العالم. احمد بلال 391 مباراه دوليه، يعني لو قلنا في الكوره حسام حسن يبقى احمد بلال لاعب فريق الاولمبي السابق والمحترف بقطر حاليا. 391 مباراة، وممكن ان هم يبقوا 400 مباراة لو اعتمد الاتحاد الدولي النتيجة للمباراتين للدورتين دورتين ما بين في فرنسا واسبانيا. لو اعتمد المباراتين دول الدورتين يبقى احمد بلال 400 مباراة. بيليه على طول هابي لاعب كوريا 389 مباراة، واحمد العطار 337 من مصر، ولاند جرين 334 السويدي، ثم ماجنوس سليندر 323 ايضا من السويد، والحارس رياض الصانع من تونس 316 مباراه، وجوهر نبيل 304 من مصر. والنهارده اشرف عواد بيخش نادي ال 300. المباراه دي ال 300 لاشرف عواد. وتاني الكوره مع البرتغال. ولسه فريق البرتغال ناقص لاعب اهو. يلا رجاله اهو مش عارف ريكاردو يعمل ايه في الكوره، وبتقع من ايده فعلا بتتخطف، وعلى طول هجوم خاطف. ويلا مجدي وعلى مهلك يا مجدي، لكن مجدي لمس خط الستة متر. معلش يا رجاله هنوصل وهنفرق. يمكن منتخبنا اضاع هجمتين في خلال نقص العدد للبرتغال، لكن احنا الافضل ودفعنا كده افضل، وان شاء الله هنحقق المراد منه وهو الفوز على الفريق البرتغالي العنيد. تقابل فريق البرتغال والفريق المصري في بطولة الدنمارك، وفاز البرتغال 26-20، ودي كانت مباراة ودية تجريبية في إطار دورة الدنمارك. وتاني الكرة مع الدنمارك واكتمل وعايز يشوط،
ونوقف الراجل ده يا رجاله ما يشوطش. وحماده النقيب وهايل يا حماده، هو ده وحماده على طول بسرعه. يلا رجاله واشرف واحمد بلال لحسين، يلا حسين لاحمد بلال وعلى مهلنا بقى. خلاص الهجمه السريعه خلصت، بيلعب مجد ابو المجد وبيلعب الكوره وبينزل حسين زكي في الجناح الشمال مكان حازم عواض. صابر حسين لاحمد بلال لاشرف، يا سلام، ايوه كده يا رجاله، ايوه كده، ليك حق تفرح يا اشرف، ارفع ايديك يا اشرف. الهدف ال14 والتقدم الاول للمنتخب المصري من بدايه اللقاء بيحرزه اشرف عواض رقم 4 من المنتخب المصري. يلا يا مارد يا اللي بتحظى بشعبيه كبيره في مونبلييه. تاني الكوره مع البرتغال ونوقف الراجل على الدايره، لكن رميه جزائيه صدها حماده النقيب، لكن رميه جزائيه. الحكم ادى رميه جزائيه. لسه انا كنت بقول ايه، نوقف الراجل اللي على الدايره وهو اللي استلمه، لان مفيش حل تاني لرقم 3 كارلوس ديسندي الا ينزل على الدايره. واضح ان الدفاع المصري بتاعنا وقف خطوره الخط الخلفي، لذلك الفارق بدا يقل وبدانا يبقى المباراه لصالحنا في الاداء والنتيجه. يلا حماده زوران، طبعا الان زوران ماشي على الخط الان وداخل كارلوس ديسندي الهداف بتاعهم وحماده والهدف، والهدف من ديسندي 14-14. بيتعادل المره دي بقى الفريق البرتغالي مع فريقنا. لعيبه اهو على شمال حماده النقيب في الزاويه الارضيه، يلا معلش هنعوض ونفرق برضو لسه بدري. يلا عواض، دفاع متقدم من فريق البرتغال اهو من على 9 متر تقريبا، وحاول تعدي اشرف ونروح على النص، واحمد بلال بيرجع الكره تاني لاشرف اللي بيعدي لكن بيعمل معاه فاول. لعيبه طبعا البرتغال بتجري عايز تاخد فاول المهاجم، لكن طبعا مش فاول المهاجم ده، الراجل يعني ماسكه كام واحد بقى عليه، 11 و9 و17. ويلا يا احمد، ويلا يا احمد، لكن فاول. الحكم بيوقف الملعب. كوستا برضو احمد بلال واشرف عواض، نشوف الكره دي هتعمل فيها ايه. وحسين وفاول مهاجم على حسين، ونرجع بسرعه رجاله عشان الهجوم الخاطف، لكن بيمسك الملعب الراجل رقم 11 عارف ماريو كوستا. لا الفريق رجع مسك الملعب. الهجمه دي مهمه يا رجاله، مباراه سريعه وقويه، لكن الفريق البرتغالي بيلعب على مهله خالص وبيستغل هجمته كويس. فريقنا ناقص لاعب، ان في ايقاف دقيقتين في الرميه الجزائيه اللي فاتت، وكروز وعلى الدايره وفاول مهاجم، لكن حكم الملعب ادى فاول من خارج التسعه متر. هيلعب مهاجم دلوقتي فريق البرتغال 4-2 عشان يفتح الدفاع المصري، وتصويبه وحماده، يا سلام عليك يا حماده، كوره جميله من حماده. اهو تصويبه منين؟ من الهداف، ونزل الراجل برجليه كده ومن زاويه صعبه بيشيلها. والجمهور اللي موجود النهارده في صاله قصر الرياضه مش ساكت، مصر مصر والله اكبر، وان شاء الله الله اكبر، والنصره لفريقنا باذن الله. واحمد بلال وصابر حسين بيحاول ينزلها على الدايره لمجد ابو المجد، لكن واضح هو ان جوهر نبيل هو اللي واخد الدقيقتين، واشرف عواض وفي الباك وعلى طول في الجناح ويصد الحارس وصابر، وتاني بتيجي في لاعب البرتغال، لكن دفاع البرتغال بيلعب هو وحارس مرماه اللي مأدي مباراة طيبة جدا كارلوس بريرا، مباراة طيبة في الدفاع، استبسال جامد جدا من دفاع البرتغال،
واحمد بلال وفاول دفاع 5-1 اهو واحمد وتاني يلا صابر لكن الحكم بيقول فاول لصالح صابر شريف مؤمن نازل اعمل خمسه جديده خمسه جديده اكتمل اهو فريقنا وبيشوط اشرف عواض من السبات لكن بقول لحضراتكم كارلوس فيريرا عامل مباراه طيبه لغايه دلوقتي بيشيلها على طول كارلوس فيريرا مجد ابو المجد اللي بيلعب على فيكتور 5-1 اهو طالع بره تعليمات على طول من كلا المدربين وعلى طول ومجدي والألفي ياه ياه لكن كورتين كده حظك كويس النهاردة يا كارلوس يا فيريرا تاني كرة تيجي في العارضة اربعتاشر اربعتاشر لازالت النتيجة التعادل بين مصر والبرتغال وعلى مهلهم خالص اهو فريق البرتغال لكن المفروض انه طالما ما فيش لعب ايجابي الحكم على طول يحسب فاول مهاجم لازم يتنبه لكده من لعبتنا وبيحاول يعدي وفعلا بيعدي وبيحرز الهدف نكمل مع الراجل ده نكمل مع ماريو اول هدف لماريو اهو يعني لو كمل معاه جوهر نبيل كان خد فاول عكسي الكرة اللي شاطها شريف واللي جت في العرض شريف مؤمن اتلعبت على طول سريعة من منتخبنا وبترجع للمنتخب البرتغالي 14 مصر 15 البرتغال الدقيقة 17 من الشوط الثاني عايزين تبقى اعصابنا اهدى وناخد وقتنا في الهجوم زي ما هم بيعملوا بالظبط واكتمل اول الفريق المصري حاول يصوت ويصد حماده النقيب يا سلام يا حماده والهجوم السريع يلا لكن بيمسكها احمد بلال بيحاول يعدي احمد وفاول لصالح احمد بلال اداء من منتخبنا ومنتخب البرتغال يمكن فريقنا بيحاول يعمل لعب جماعي لكن فريق برتغالي بيدافع بحماس زايد واحمد بلال وتروح في الجناح ولا انت وانت يا احمد يا بلال بقول بجروح في الجناح ولا انت وانت يا احمد يا بلال يا سلام يا بلال خدها بلال وان شاء الله بلال يبقى النهارده النجم اللي يفك شفرات هذا الدفاع المفروض انه عمل خداع انه هيدي الكره في الجناح الشمال لحسين زكي لكن راح على طول فضل نفسه الطريق على الستة متر واحرز هدف التعادل ما بين مصر والبرتغال 15-15 وكروز وفيكتور وفي الجناح مسبوك كده يا رجاله ما يشوطش الراجل ده وعلى الدايره وتعمل لكن الحكم بيقول جت في رجل احمد بلال وتاني الكره مع البرتغال وكروز وعلى الدايره وفي الجناح مفيش ايجابيه على المرمى فاول مهاجم لكن الحكم بيدي رميه جزائيه الحكم بيدي رميه جزائيه يعني انا شايف من هنا انها فاول مهاجم لكن هو الاقرب للكوره اكتر منه هنشوف مين اللي هيلعب الرميه الجزائيه طبعا الرميه الجزائيه اول ما الحكم بيحتسبها الوقت بيوقف وراي على مهله خالص راي على مهله وحماده النقيب وحماده ومباراه فرديه يا والهدف لصالح فريق البرتغال 16-15 يتقدم مره اخرى فريق البرتغال الهداف بتاعهم كارلوس فيسيندي اهو لعبها على شمال
حماده نقيب اهو الزاويه الارضيه قويه طبعا جدا. واحمد بلال حاول يعدي احمد وفاول الدقيقه 19 من الشوط الثاني. صابر حسين يلا اشرف ويلا يا اشرف. ايوه كده يا اشرف ايوه كده يا مارد يا اسمر. على طول بيتعادل اشرف عواض وبيرد على طول على ديسندي وبيحرز الهدف ال 16 ليتعادل منتخبنا ومنتخب البرتغال 16-16. خمسة واحد اهو الدفاع متقدم. حاول يعدي وعلى الدايره لكن حمل مظبوط وطلع وطلع ويلا ويلا وحازم وحازم. ايوه كده التقدم ايوه كده يا مصريين يا فراعنه يا اصليين هو ده الكلام. خد حازم عواض ونط هو ولعب على يمين الحارس يا سلام. 17-16 استغلال جيد للهجوم الخاطف من المنتخب المصري ودي من سمات المنتخب يمكن في فترة تولي كابتن زوران الهجوم الخاطف واللعب المنظم والجماعي. وعلى الدايرة والهدف وعلى الدايرة والهدف. كورة كده في غفلة من دفاع المنتخب نزلت على الدايرة لكن واضح اهو الجالية المصرية ولعبها الراجل واستلمها على طول رقم 11 ماريو كوستا ولعب الكورة على يمين حمادة نقيب في الزاوية الأرضية. واضح ان خفير كوستا مدرب البرتغال ريح رقم 2 كارلوس جرينبلاس عشان شاف انه مش قادر يأدي على الدايرة ويلا وصابر وفاول. يبقى المنتخب المصري بيحاول يضغط في الباك الشمال ثم يغير اتجاه اللعب على طول لان صابر حسين اهو بيروح عليه اتنين. انا شايف لو الجناح اليمين بتاعنا قطع تحت صابر حسين ودخل يصوب او تحت احمد بلال هيختلف كتير. واهو واهو صابر حسين ولسه بقول لحضراتكم الكوره تتنقل من الباك الشمال للباك اليمين. خدها على طول صابر حسين وانطلق وتصوب اهو دخل واستلمها على طول في الباك اليمين وصوب. يا سلام على الكلام الجميل يا رجاله. 18 مصر 17 البرتغال. مباراه حماسيه وقويه وسريعه ومتكافئه الى الان من الفرقتين. وتاني كارلوس وادواردو ادواردو وبيديها وفي الجناح ومظبوط صح كده صح كده. الراجل عمل لعبه من العاب الهوا وحاول ينط ويشوط ونمسك بقى الكره يا جماعه وتختلف كتير قوي لو احرزنا الهدف ال 19 في الهجمه دي على مهلنا خالص وناخد وقتنا. تاني الكوره مع احمد بلال ايوه كده وحسين زكي وعلى الدايره وتروح لحسين تاني لكن بتقع من ايد حسين. كوره جميله من حسين نزلها لاشرف لجوهر نبيل لكن ما خدش باله كده جوهر وقعت من ايده. معلش ناكد بقى في الدفاع ما يزيدش علينا دفاع البرتغال لانه بدا يفك الشفره دي عن طريق الجناحين. ادي الجاليه المصريه والرق بقى والعالم المصري والمصريين هم وان شاء الله الفوز ليهم هم. تاني الكره في الخط الخلفي وفي ليبي وتصويبه وبيحاول يشوط لكن تقع من ايديه وتروح لمنتخب مصر اللي بيلعب على طول لجوهر. يلا حسين يلا حسين يا سلام يا حسين ليك حق تبقى حديث فرنسا البطوله دي يا حسين. خدها على طول حسين وكوره جميله جميله يا حسين نقله جميله من جوهر نبيل وحسين زكي اهو اللي غير اتجاهه وكسوره بالكربون من الهدف اللي جابه حسين قبل كده من الهجوم الخاطف. عمل ستوب كده وهو بيجري وقف مره واحده وطلب طبعا خافير كوستا مدرب البرتغال الوقت المستقطع لان فرقته بعد ما كان كسبان المنتخب المصري لقى ان الفرق قل ولقى ان منتخبنا فرق هدفين فلابد انه يطلب الوقت المستقطع اللي مدته دقيقه 50 ثانيه بيتكلم و10 ثواني بينزل فيها الفرقتين وبينتظموا تاني لاداء المباراه. لكن لو بصينا كده لكره اليد
ايه بدايتها؟ هنلاقي انها كانت صوره عتيقه في الاول كان بيلعبها الاغريق وكانت بتسمى بالعاب يورانيا، ولكن ما كانش طبعا ليها قوانين زي كره اليد دلوقتي، ولعبها اليونان باسم هاربستون، ولعبه امسك الكره اللي كان بيذكرها في اغاني الشعر الالماني ولتر فون. لعبه كره اليد الحديثه اول مره كانت عام 1897 كانت في بلده نيوبرج الدنماركيه، وهيستأنف طبعا كانت في نيوبرج لكن ما كانتش بالشكل، وهقول لحضراتكم في اقرب توقف، لان تم تشكيل الاتحاد العالمي لهواة كره اليد، وكان بمناسبه الالعاب الاولمبيه في عام 1928 في امستردام، وتولى ساعتها رئاسته احد الاعضاء المؤسسين الامريكي افري بريندج مجلس الاداره. في عام 38 هي كانت اول بطوله اتلعبت وفازت بيها المانيا. وتاني تصويبه، وتصويبه مفاجاه، واللي هي رجاله، واللي هي رجاله، لكن معلش 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 بيقل الفارق، يصوب اهو على طول، الراجل بيشوط كويس وبيشوط من الثبات، ويمكن مهارته التصويب اللي هو كروز رقم 4. على مهلنا ونفرق تاني ان شاء الله، وفاضل لسه 7 دقايق، لسه بدري، لازم نحافظ على التقدم ونحاول نفرق اكتر من كده. وحسين زكي اللي بيعدي وبيشوط وفاول، ونشوف بقى الحكم ادى ايه. ايقاف 2 دقايق. واضع هو كابتن زوران بينده لاشرف عواض، هل هيديله تعليمات؟ خد الدقيقتين المره دي رقم 6 ريكاردو اندرو، رقم 6 من البرتغال. استغل بقى نقص العدد، لازال التقدم لمنتخبنا 19-18. يلا رجالتنا، واحمد بلال وحسين زكي، وحسين زكي لصابر حسين، لاحمد بلال لحسين تاني، ويلا واحمد، وهتشوط يا احمد، وشاط احمد، لكن الحكم بيقول رميه مرمى كانت المفروض الكوره، لان افضل جزئيه في دفاع البرتغال لغايه دلوقتي هو نص الدايره او ما بين العرضتين زي ما احنا بنقول، فكانت تنضغط وتروح للجناح، لكن حسين زكي قطع كده وحاول ينزلها على الدايره. هما برضو مقفلين كويس قوي علينا، دفاع متقدم من منتخب مصر. الحكم بيوقف الملعب، شايف كده ان في حاجه، الحكم بياخد تعليمات من الترابيزه، هنشوف هياخد ايه او هيقول ايه. بقول لحضراتكم ان يمكن في عام 38 لعبت اول بطوله عالميه لكره اليد، وكان 11 لعيب لعب في ملاعب مفتوحه. من عام 54 ل 2001 حوالي 30 بطوله عالميه نظمت في بطولات ومنافسات الرجال والنساء. تم تاسيس الاتحاد الدولي عام 46 بمبادره ودعوه من الدنمارك والسويد، بالاضافه الى باقي الدول المؤسسه اللي هي فنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج وبولندا وسويسرا. ودلوقتي عددهم في الاتحاد الدولي الدول الاعضاء 146 دوله. تاني الحكم هيستأنف اللقاء. خد ايقاف 2 دقايق تقريبا رقم 11، هنشوف كده فعلا بيلعب دلوقتي البرتغال ناقص 2 لاعبين، لازم بقى نستغل العدد، بس برضو على مهلنا. وفي الجناح مظبوط كده، يا سلام يا سلام، لسه بقول لحضراتكم ناقص العدد نستغله في الجناح. راحت الكرة على طول لأيمن الألف، يا عيني على الكلام اللي احنا بنقوله اهو، خد الكرة الراجل ودخل من الجناح وشاط الكرة من تحت حارس المرمى أيمن الألفي، و 20-18 مصر والبرتغال، والشوط الثاني من تصفيات الدور الأول للمجموعة الأولى. الدقيقة 6، مظبوط كده الدفاع المتقدم، وكروز ومفيش قدامهم أي حل غير إنه يعمل فاول يا إما يمشي الكورة، طبعا بيحاول إنه يستغل الوقت. وتصويبة وحمادة النقيب، يا نقيب يا نقيب، هو ده الجالية المصرية طبعا، هتتجنن طبعا في صالة قصر الرياضة والتشجيع الحماسي على طول للمصريين في الخارج وفي الداخل إن شاء الله منصورين. وأشرف عواض، وأشرف عواض، وأربع خطوات مظبوط، عمل أشرف عواض أربع خطوات،
وترجع تاني الكورة مع البرتغال لكارلوس أريسندي. ذكروه ريسندي وذكروه ديسندي، ولكن هو كارلوس. تاني الكرة مع كارلوس، بيلعب الكرة هو لفيكتور. فيكتور في الجناح، وحمادة بيصد بقى. حمادة مش كل بره بقى يا جماعة، الراجل قال بقى حمادة لازم بقى اهو، مية مية يا حمادة، مية مية. طبعا بيشجع نفسه والحماس، وبالهدوء يا جماعة المباراة بتاعتنا ان شاء الله. فرق هدفين، فرق مش كبير، وباقي حوالي 3 دقائق تقريبا على نهاية الشوط الثاني، واللقاء ما بين المنتخب الوطني المصري لكرة اليد ومنتخب البرتغال. وتاني الكرة مع صابر حسين، وعلى الدايرة جميلة الجوهر، لكن فاول. يا سلام، كرة جميلة لجوهر نبيل، ليك حق يا جوهر، يقول عليك ماكسيموف لعيب لو خد الكرة 99% و9 من عشرة هدف. سألوا أحد الصحفيين، طب والواحد من عشرة يا كابتن ماكسيموف؟ قال هو الحظ لو عاند جوهر، لكن هو لعيب على الدايرة من أفضل 8 لاعبين في العالم، وبيحصل شعبية كبيرة جدا جدا في فرنسا، وخصوصا في بلدة مونبلييه اللي بيقيم فيها أشرف عواض، وكان هناك الفرنسيين يتمنوا رؤية أشرف عواض وجوهر نبيل وأحمد بلال. وهو ولسه بنقول عليه إيه؟ لسه بنقول عليه من أفضل لاعبين العالم. استلم الرجل الكرة وخدها على الدايرة، وجميل قوي من منتخبنا. في الدقائق الأخيرة بدأت العاصفة المصرية تجتاح الملعب وتسيطر عليه 100%. هايل يا عواض، هايل يا رجالة، هايل يا جوهر يا نبيل. وفاول مهاجم، لكن الحكم بيقول فاول اهو قدام حضراتكم في الشاشة. 21 مصر 18 البرتغال، وبنلعب في الدقيقة 27 و29 ثانية، يعني حوالي باقي دقيقتين وشوية. بنلعب دلوقتي في الدقيقة 28 بالظبط. طبعا كوستا بقى مش قادر يفك لغز المنتخب دلوقتي. تاني كروز وفي الجناح، ويلا حمادة وخارج الملعب، وخارج الملعب. يا سلام، بيرفع ايده حمادة طبعا رقم 15، هو لعيب كويس روي روشا، لكن هو دخل وحاول يلعبها من فوق حمادة اللي كده جت في ايده بالراحة وخرجت خارج الملعب. مجهود جبار بيقوم بيه النهاردة رجالتنا في الملعب. ليه؟ او بدأ بقى دفاع متقدم من مين؟ من البرتغال على رجالتنا. لكن مين موجود في الملعب؟ ده الثعلب جوهر نبيل على الدايرة، واحمد بلال المخضرم، وحسين زكي افضل لعيبي العالم عام 93 في بطولة العالم للشباب بقطر، واحمد بلال. وهيفك اللغز احمد بلال، ودخل، لكن الحكم بيدي فاول مهاجم على احمد بلال، يعني هو الاقرب. و ريسندي لفيكتور، لريسندي، وتصويبة والبلوك، أيوة كده، رامية جزائية خدها كويس رقم 15. لسه بقول لحضراتكم هو لعيب كويس ريوي روشا، وأحيا الهدف أو أحيا الهجمة. داخل هو ريسندي الهداف لفريق البرتغال، لكن مجهود طبعا جبار، وطبعا يعني وجود دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي ده شيء شرف لكل لاعب مصري كرة يد ولكل مصري في كرة اليد. مجهود جبار بيقوم بيه دكتور حسن مصطفى في رئاسة الاتحاد الدولي، وأيضا مجهود جبار لرئاسة الاتحاد المصري ومدام آمال خليفة والطاقم المعاون ليها المتابع دائما لبعثة منتخبنا، وبيصوب على طول على يمين حمادة الروبي ريسندي، غير زاويته. حمادة نازل طبعا عايز ياخد منه الكورة دي في الشمال، وراح لها فعلا، لكن الراجل هوش وغير اتجاهه وفاول. 21 مصر 19 برتغال. هو دخل شوط اهو، لكن هي يعني مروان رجب، ويلا ولوحدك. يا سلام يا سلام، اهو ده الكلام، يا سلام يا سلام، اهو ده الكلام يا حسين يا زكي.
النجوميه قدر يا ابني، مش اختيار، مش بمزاجك تبقى نجم، اتولدت عشان تبقى نجم. خد الراجل الكوره ودخل وفضل نفسه الاتجاه وبيصد كمان ويتالق حماده النقيب. ياه يا سلام يا حماده، 100% وسكر زياده النهارده. اداء طيب جدا، وابتسامه حماده النقيب تعني النصر. وفاضل تقريبا نص دقيقه ودفاع متقدم من فريق البرتغال، لكن وصد حماده هيصد. يا سلام يا سلام يا حماده، يا عيني عليا وعلى اللي بقوله، بقول حماده النقيب هيصد وصد واتنقلت لمصر، والالفي والهدف والهدف يا ايمن. يا سلام يا رجاله والجاليه المصريه، ليك حق بقى حماده بيبتسم، ليك حق. وثانيه وانتهى فعلا اعزائي المشاهدين اللقاء الحماسي والممتع والمثير اللي بينتهي بفوز منتخب مصر 23 والبرتغال 19 ضمن ثالث ايام البطوله. بنقول مبروك لمنتخبنا ومبروك. De nuevo con todos ustedes, señoras y señores, desde este Palacio de los Deportes de Besanzón. Ya va a ser inminente.